الموجز الاقتصادي، أهلا بكم. ارتفعت أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في البورصة الرئيسة ببغداد العاصمة وكردستان العراق، وسجلت بورصة الكفاح والحارثية المركزية في بغداد 147,950 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار أمريكي، فيما ارتفعت أسعار البيع والشراء في محال الصيرفة ببغداد، حيث بلغ سعر البيع 148,500 دينار عراقي لكل 100 دولار أمريكي. أما في أربيل فقد شهدت أسعار الدولار ارتفاعا أيضا، حيث بلغ سعر البيع 148,300 دينار لكل 100 دولار أمريكي، بينما بلغ سعر الشراء بواقع 148,000 دينار لكل 100 دولار أمريكي. أعلنت غرفة التجارة المشتركة بين طهران وبغداد أن حجم الصادرات إلى العراق سيبلغ نحو 9 مليارات دولار في آذار 2022. وقال رئيس غرفة التجارة يحيى آل إسحاق إن صادرات إيران إلى العراق تراوحت في السنوات الأخيرة ما بين 8 إلى 12 مليار دولار. أضاف أن قيمة صادرات إيران إلى العراق في الأشهر السبعة الماضية بلغت 5 مليارات دولار و500 مليون دولار. هذا وأوضح أنه على الرغم من القضايا المختلفة التي تؤثر على مجال الصادرات إلى العراق، فإنه من المتوقع أن تزيد صادرات إيران إلى العراق بنحو 9 مليارات دولار في عام 2022. أكد تقرير لصحيفة نيو ستيتمان الأمريكية أن العراق هو ثاني أسوأ بلد في العالم حينما يتعلق الأمر بحرق الغاز المصاحب للنفط بعد روسيا. وقال التقرير أن مليارات الأمتار المكعبة من ثاني أكسيد الكربون تنبعث من أبراج الحرق المتوهجة في البلاد، تلوث البيئة المحلية وتجعل الحياة بائسة للأشخاص الذين يعيشون ويعملون بالقرب من حقول النفط هذه. وبيّنت الصحيفة أن مزيجا من سنوات الصراع وسوء الحكم وانعدام الوعي يجعل البلاد غير مهيئة لتنفيذ الإصلاح المطلوب وسط نموه السكاني السريع، فضلا عن عوامل أخرى تتمثل بتعطل شبكة الكهرباء وانخفاض هطول الأمطار وإقامة السدود من قبل إيران على الأنهار، أدى إلى انخفاض منسوب المياه. قالت وزارة النفط الحالية أن صادرات العراق ارتفعت بنسبة 1.3% في تشرين الأول الماضي بعد زيادة حصة العراق في منظمة أوبك بلاس 1، وارتفعت الصادرات النفطية إلى نحو 3 ملايين برميل يوميا في شهر تشرين الأول، وبلغت حصة العراق في منظمة أوبك في تشرين الأول إلى أكثر من 4 ملايين برميل في اليوم، وارتفعت الصادرات الوسطى والجنوبية بنسبة 1.3% خلال الشهر الماضي، بينما تراجعت صادرات النفط في كركوك عبر ميناء جيهان التركي. اعترف وزير النفط الإيراني جواد أوتشي أن بلاده قد تصبح مستوردة للمشتقات النفطية إذا لم تطور قطاع النفط والغاز. وقال أوتشي إن إيران تحتاج إلى 160 مليار دولار للاستثمار في المجال النفطي لتلبية احتياجات البلاد، معربا عن أسفه من أن إيران لم تكن تستثمر كما ينبغي في صناعة النفط والغاز. يذكر أن مدير عام الشركة الإيرانية للنفط أطلق الأسبوع الماضي تحذيرا مماثلا حين قال إنه إذا لم تنفذ إيران سيناريوهاتها لتلافي التأخر في تطوير حقول الغاز فإنها ستصبح من مستوردي الغاز خلال أعوام فقط. ارتفعت أسعار العقود الآجلة الأمريكية للقمح إلى أعلى مستوياتها في 8.5 العام، مدعومة بطلب قوي على خلفية شح في الإمدادات العالمية. وجاء صعود أسعار القمح بعد موجة صفقات في سوق التصدير. وقال محللون أن سوق القمح ترتفع إلى مستويات جديدة وسط طلب عالمي قوي. وسجلت الأسعار في بورصة شيكاغو التجارية على مستوى لها منذ كانون الثاني 2013، في حين صعدت الأسعار في بورصة باريس يورونكست إلى أعلى مستوى في 13 عاما ونصف العام. إلى اللقاء.